صنعها كمان الانجليز كمان، يعني بقول لك من قدماء المصريين. المكوى دي اتفنت ناس قبل مني، يعني مش منشوءه جديده ولا بتاع، لا انا واخدها برضو من ناس كانت شغاله مستعمله برضو في ناس، يعني عشان كده هي انقرضت. انا فنت ناس الجلابيه لما بنلبسها من هنا بتقعد مكويه وبتحافظ عليها وكانها جديده، يعني زي اللي بيطول عمرها، وتفضل تلبسها حتى لو اتغسلت وما لقيتش مكوى، او لا قدر الله عم احمد ما فيش حاجه، بتفضل زي ما هي مكويه، لان المكوى دي صنعه وتقيله بتكوي جلابيه، وبالذات الهدوم الصوف والعبايات والافاطير. كانت اساسا اول ما طلعت خالص كانت طالعه فحم، كانت طالعه مكوى فحم، كانوا بيعملوها الترزية عشان ينشوا يعملوا بيها الياقة، يعملوا بيها حاجة، وبعد كده بيكملوها للمكواجي الرجل. فرجعت التطور التاني بقت المكوى الحديد اللي هي اليد برضه، اللي هي المكوى الحديد اللي هي 3 كيلو 5 كيلو. رجعوا بقى طوروها، راحوا مطلعين البخار. البخار دي بقى عاملة زي عملية إيه؟ سريق البيض. يعني أحيانا هنا الزبون ساعات يبقى جاي من عند المكوى البخاري لأن قافل، بيرجع لاني فاتح، بيرجع ينطر يخليني ان انا اعيد عليها تاني. لما الزمن اتقلب اتغير، ابتدينا نقلب لمكاوي يد برضه حديد. بعد كده ابتدينا بخزانات، طلعت خزانات صغيره هي مكوى بخار خلاف الطاوله والحاجات دي. مكواجي البخار هاتوا نفسه ان عرف ينزلها من على الباجور، انا هبطل المهنه دي خالص، لان شيلها كمان من على النار صنعه.